شفنا الخبر هذا البارح في الفيسبوك، ما هنا نيش قلبي قلت لازم نجي نشوف نحضر ونتضامن مع خونا عياش. هذا عبق القصة تاعو، هذه أثرت في الناس كامل. كاين ناس بايتة تدعي، ناس بايتة سهرة على جال هذا الشاب، وقضية هذه أثرت في الناس كامل. ونحن نلاحظ هذه الهبة الشعبية، تضامن الشعب بتلاحمه من مختلف بلديات الولاية، بل من مختلف ولايات الوطن، والذين أتوا لتقديم يد المساعدة. شكر موصول لكل رجال الحماية المدنية، أبطال هذه الملحمة، الملحمة التاريخية، ملحمة هبة تضامنية. شكرا لكل المتطوعين الذين جاءوا من مختلف ولايات الوطن، خاصة المسؤولين عن الحفر. بسكرة وجا واحد قالنا ودي كاين واحد مخلوط طاح في فراج، انا جينا نطوعو خلاص هذا ما كان. ايه لا صعيبة، هذا يومين ثلاث ايام ايام، ايه ليل نهار ما نرقدو ما والو. انا ايه جيت انا تابع ولاية بويرة، بالضبط بلدية الحاج الزرقاء. تنقلت بواسطة دراجة نارية، تنقلت في الليل لاني للاسف مع العمل ما قدرتش كيفاش نستغني عن العمل. تنقلت بواسطه الدراجه الناريه في الليل، لحقت لهنا، استعملت الجي بي اس حتى بن سرور. من بن سرور سالت اهل المنطقه، الحمد لله وجهوني حتى المكان هذا. كاين اكثر من 15 ماشينه راه هنا كاع متطوعين، كاع الناس راهي كاع متطوعه تشوف فيها، كاع من بوسعاده، من المسيره، من بالعايبه، من بسكره، كل واحد بعث ماشينه في تخته. راك تشوف الناس الله يبارك كاع تعاون وجه ربي كاع ما كان والو. بوكلا ورا بوكلا، واحد ديكابي، واحد تحفر، واحد دز في التراب، واحد نيفليس شارجور في يدزو في التراب، وشو بوكلا لتحت، بوكلا فوقها تحفر طيش تراب، بوكلا تعاود دير طابله، بوكلا البوكلا ما هو ماشينه باش يلحقوا التراب الفوق. هاي قري الله راه قاسي 24 ساعة الخدمة، 24 ل 24 يخدم كيما هذا، راه عنده 4 أيام يخدم، مازال ما رقدش.